السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بي في هذا الفيديو الجديد. من نهار تفجرات قضية الكولونيل نور الدين الله يرحمه يا ربي آمين، فانقسمت الآراء ديال المغاربة اللي متبعين الملف إلى قسمين. القسم الأول يؤمن أن هناك بعض الأشخاص اللي كيشتغلوا في مؤسسة الأمن كيسيئوا لها بسبب الخروقات اللي سيقوموا بها، وكذلك بعض الأطباء ومثال. فإلا هضرنا على هاد الأشخاص، هذا ما كيعنيش أننا كنمسوا بالسمعة ديال المؤسسة ككل. كل شخص كيمثل نفسه فقط. وكاين واحد الفئة ثانية ديال المغاربة اللي كيعتبر النقاش في هاد القضية هو واحد الكلام فارغ كيمس بسمعة الجهاز الأمني ديال بلادنا وكيضرب في النزاهة ديالو. فإلى السيد الحموشي شخصيا اللي هو يعتبر المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، فبنفسه كيعطي تعليمات صارمة بمحاسبة كل مسؤول أمني ما كيقومش بالمهام ديالو كما يجب. والدليل أنه دائما كنسمعوا بمجموعة من الاعتقالات أو توقيف دراكيين بسبب خرقهم للقانون، وهذا الشيء راه كيتنشر دائما في الجرائد. يعني هذه مسألة عادية، إلا كانوا هاد الأفراد فاسدين هذا ما كيعنيش أن المؤسسة بأكملها فاسدة. وغير نهار الجمعة اللي فات تفجرات واحد الفضيحة من العيار الثقيل للأبطال ديالها، ثلاثة ديال الأطباء كيشتغلوا بمستشفى مولاي عبد الله بسالة، وهو نفس المستشفى اللي وقع الكولونيل فيه المشكل. بسبب شكاية وضعتها واحد المواطنة تم اعتقال ثلاثة ديال الأطباء اللي كيشتغلوا بنفس المستشفى، واللي تم عرضهم أمام الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية، واللي قرر متابعتهم في حالة اعتقال بتهمة تزوير شواهد طبية متعلقة بحوادث السير، وذلك مقابل مبالغ مالية قصد الحصول على مدة طويلة في العجز، وهذا الشيء باش يستفدوا من تعويضات كبيرة من شركات التأمين. وهاد الشبكة ديال الأطباء بينات من بعد تورط مجموعة من الوسطاء والمحاميين كذلك، والحصيلة الإجمالية هي تورط أزيد من 12 شخص في شبكة المتاجرة في الشواهد الطبية، واللي من بينهم كيف ما قلت ثلاثة ديال الأطباء وأشخاص آخرين. إيوا حتى هنا غادي نقولوا راه كلشي الأطباء رشيوية وفاسدين، وكلشي المحاميين حتى هما خايبين وما مزيانينش بحالهم. إلا بطبيعة الحال ما يمكنش أنه من هاد القضية غادي نحكموا على كل شيء الأطباء والمحاميين أنهم مزيانينش وكيخرقوا القانون أو الرشاوية. إلا راه كاينين ولاد الناس وكاينين ناس ونزهاء اللي كيخدموا بضمير ومهنية وما يمكنش يبيعوا نفوسهم ولو بمال الدنيا. علاش تكلمت على هاد الشبكة الإجرامية اللي تورطوا فيها هاد الأطباء والمحاميين ووسطاء بمستشفى مولاي عبد الله بسالة اللي وقع الكولونيل فيه مشكل؟ باش نقولوا لدوك الناس اللي كيكذبوا انه تم التلاعب في ملف الكولونيل العطور، الا راه ممكن وماشي شي حاجه اللي مستحيله. ورا الدليل امامكم اليوم ان ثلاثه ديال الاطباء هما اليوم معتقلين بسبب تزوير في شواهد طبيه ديال حوادث السير بحال داك الشيء اللي وقع الكولونيل نور الدين. السيد اللي دخل المستشفى مهرس من يده، مقموس في وجهه وفي راسه جوج ديال التقبات، وكشفت عليه الطبيبة وما طالباتش بالتشريح ودوزته نيشان باش يتغسل ويتدفن. واش هاد الشيء ماشي خرق للقانون؟ راه الكولونيل ماشي الضحية الوحيدة اللي كتوقع عليه هاد الشيء، راه كاينين ضحايا كتير اللي مشات على عينيهم ضبابة بسبب اللامسؤولية ديال بعض الموظفين. فنرجعوا دابا لقضية الكولونيل نور الدين اللي بعد ما توفى وخداو الجثة ديالو المستشفى وعيناتها الطبيبة اللي كتشتغل بها، ولاحظت أن الجثة عليها مجموعة من الكدمات الخطيرة جدا، ومع ذلك ما طالباتش بالتشريح. شفت أن المرحوم عليه جوج تقبات في الراس من الخلف، والسيد كيقولوا أنه دخل في نخلة من القدام. فغير هذه كتخليك أن تسائل كيفاش هو دخل في النخلة من القدام والضرابي عنده اللور في الراس. هنا كان عليها تحبس وتدوز الجثة للتشريح باش يعاينها طبيب مختص، طبيب ديال التشريح. خصنا نفرقوا بين طبيبة عامة
وطبيب ديال التشريح. فالطبيب اللي غادي يكشف على الجثة وغادي يعطي معلومات كافية على سبب الوفاة هو اللي خاصو يتدخل في هذه الحالة. الطبيب ديال التشريح غادي يكتب بالضبط امتى توفى هذا السيد، امتى توفى، التوقيت بالضبط. التوقيت هو مهم بزاف في هذه الحالة، واش مات ساعة قبل او لا مات ليلة قبل الى اخره. وغادي يعاين هذوك التقبات اللي عنده في راسه، ويقدر يحتاج يدار ليه سكانير باش نعرفوا شنو هما، واش هذوك ثقوب او لا جروح ولا ضرابي ولا شنو هما بالضبط. ايضا هذا الطبيب ديال التشريح غادي يعاين هذوك التقبات اللي عنده في راسه، وغادي يكشف التقرير منين جاوه، واش بسبب الحادثه او لا بضربه بحديده او لا ضربه بزرواطه الى اخره. اذا الطبيب المختص في التشريح هو اللي غيبين الحقيقه ديال وفاه المرحوم، لان هذه راه روح ما يمكنش نتلاعبوا بها. دابا هاد الطبيبه اللي غفلات على هاد القضيه راه ارتكبت واحد الغلط كبير بزاف، لان كون الكولونير دار ليه التشريح وقام طبيب مختص هو اللي كتب داك التقرير الكامل بوضوح وبالتدقيق، كون راه كاع ما غنوقعوا في هاد المشاكل كاملها اليوم، كون راه الحقيقه بانت ديك النهار، ماشي غيبقى الدوسي من 2018 وهو عليه الغموض، واحد الغموض اللي كبير حتى 2024. اذا السؤال اللي تنطرحوا هنا، واش الدفاع ديال المرحوم طعن في التقرير اللي كتباته الطبيبه اللي عينات الجثه؟ واش غيتم الاستماع لهاد الطبيبه باش نعرفوا على ماذا اعتمدات باش كتبات هذاك التقرير ديالها، وتقول ان الوفاه ناجمه عن كسر في الجمجمه بسبب حادثه فقط، يعني اكتفات بانها خدات التقرير ديال البوليس وعاودت كتباتو في التقرير ديالها فقط، بلا ما تعمل واحد السكانير للراس ديال المرحوم تعرف هذوك التقابي ديالاش، او لا تصيفطو للتشريح الطبي، يعني غفلات على بزاف ديال الامور. فاذا واش غيتم الاستماع ليها او لا؟ لا. اذا الكثير فيكم كيتساءل اليوم فين وصل الملف ديال الكولونيل نور الدين رحمه الله عليه. اللي بغي نقول لكم انه دارت واحد الخبره على الهواتف بما فيهم الهاتف ديال الكولونيل. غادي نعرفوا التمركز ديال هاد الهواتف كاملين، شكون اللي كانوا مع الكولونيل هذاك النهار، منين مات، وشنا هي المكالمات اللي تجرات من الهاتف ديالو. كذلك تم الاستماع لمجموعه من الشهود اللي شافوا اشنو وقع النهار اللي توفى فيه الكولونيل. كذلك دخلوا واحد المجموعه من المطالبين بالحق المدني اللي كيبلغ العدد ديالهم اليوم 14 شخص، من بينهم ابتسام، خوت الكولونيل، الام ديالو الله يشافيها يا ربي امين، والطليقه ديالته وبنتها اللي كاينين في اسبانيا. اذا المجموع ديال المطالبين بالحق المدني اليوم وصل العدد ديالهم 14 شخص من العائله ديال المرحوم. قاضي التحقيق كذلك استمع للتسجيلات اللي تم استخراجها عن طريق المفوض القضائي، واللي فيهم اعترافات خطيرة على شكون قتل الكولونيل وكيفاش قتلو. اما بالنسبة للملف فما بقيناش اليوم كنتكلموا على حادثة سير في سنة 2018، كان الملف وفاة بسبب حادثة سير. وفي سنة 2021 تكيف الملف الى انه جريمة قتل ضد مجهول، وفي سنة 2024 أصبحنا نتكلم على جريمة قتل عمد، ولكن القاضي مازال ما عطى القرار ديالو ضد من غادي يوجه التهمة ديال القتل، لأنه مازال كيدرس الملف، مازال كيدرس الأدلة اللي قدامه، مازال كيستمع للشهود، والقانون كيعطي القاضي التحقيق مهلة سنة ويوم عاد ممكن يخرج ديك الساعة بقرار في الملف شكون هما الأشخاص اللي غيتهمهم مباشرة بالشروع في قتل الكولونيل المرحوم نور الدين، الله يبين حقه يا ربي أمين. إذا كانوا هادو هما المستجدات. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما تنساوش تخليوا وجهة النظر ديالكم في قضيتنا ديالك اليوم من خلال تعليقاتكم. خليتكم على خير، إلى اللقاء.